وسط إسطنبول القديمة وفي منطقة الفاتح بالتحديد، تنتشر عشرات المكتبات العربية التي بدأت بالتزايد مؤخراً مع ارتفاع أعداد الجالية العربية المقيمة في تركيا، مكتبات تضم مختلف أنواع الكتب الفكرية. ازدياد الطلب على الكتب العربية طبعاً بسبب ازدياد عدد المواطنين العرب من عدة دول الموجودين في تركيا وتحديداً في إسطنبول، فبالنتيجة تم يعني طلب الكتب العربية بشكل أكبر، وبناء عليه ازدادت عدد المكتبات اللي عم تبيع الكتاب العربي. الكتب اللي بنهتم فيها بالمكتبة هي الكتب الفكرية من إسلامي معاصر، كتب تاريخ، كتب سياسة، كتب فلسفية، علم نفس، أطفال. قسم الأطفال كمان مهتمين فيه بقصص وسائل تعليمية، تنمية، ذكاء، بالإضافة لبعض لقسم بسيط للكتاب التراثي. ورغم التسهيلات التي تقدمها الحكومة التركية لأصحاب دور النشر والمكتبات العربية، إلا أن هناك بعض الصعوبات المتعلقة بتوفير كتب من جميع الاختصاصات، وذلك من أجل إرضاء مختلف الأذواق الثقافية للجالية العربية. هل أبرز الصعوبات اللي تواجهها دور النشر والمكتبات العربية هنا في تركيا؟ أظن رقم واحد هو توفير الكتاب من الدول العربية، من مختلف الدول العربية إلى تركيا. مسألة الشحن ومسألة الجمارك هي من المسائل جدا مهمة، لأنه تعرف عالم الكتب هو بحر، فبالتالي توفير كافة الكتب من كافة اختصاصات الثقافية والفكرية وحتى العلمية التخصصية، يعني وجود جالية عربية عريضة هنا في تركيا يتطلب وجود هذا التنوع. يعني فينا نقول بنسبة 80% عم يتلبى، في تنوع، في تنوع بين الكتب التاريخية الإسلامية، بين كتب الروايات وحتى الكتب السياسية. انتشار مثل هذه المكتبات العربية في تركيا وسط هذه النهضة الإلكترونية التي نعيشها سيعيد حتماً الكتب الورقية إلى دائرة الضوء والاهتمام، خاصة بالنسبة للقارئ العربي المثقف الذي يسعى دائماً لانتهال العلم والمعرفة من شتى أبوابها حتى وإن كان بعيداً عن أرض الوطن.